خلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير مناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. وصول البحر المصريين العشرين لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. قادة مجموعة السبعة يتعهدون بفرض مزيد من العزلة الاقتصادية على روسيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى القوات المسلحة بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تناول تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من الحسينة، وقد صرح متحدث الرئاسة بأن جلالة ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس السيسي وللشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في غرب سيناء، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا كل الاستقرار والسلام. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. أهلا بك يا فندم. إذن يعني اجتماع مهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الحادث الإرهابي في غرب سيناء، كيف قرأت أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بضرورة استكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية وأيضا تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرة أخرى خالص العزاء لكل مصر في هذا الحادث الصعب. اجتماع اليوم في منتهى الأهمية كان أمرا متوقعا أن يكون هناك تحرك مصري على أعلى المستويات عقب هذا الحادث الإرهابي والإجرامي. التوجيه الرئيسي أو الأساسي النهاردة في هذا الاجتماع من الرئيس غير مجلس أعلى القوات المسلحة والقادة الميدانيين والجيش المصري عموما
وللشرطة هو استكمال تنفيذ تضحية سيناء من الإرهاب. نعلم تماما أن كانت هناك خطوات جادة واستمرت، وبالفعل كنا قد قطعنا شوطا كبيرا كدولة وكجيش وشرطة ومجتمع في قرب إعلان سيناء خالية تماما من الإرهاب، وشاهدنا في الأيام الماضية جزء كبير جدا من مظاهر عودة الحياة الطبيعية لشمال سيناء، خاصة في المثلث رفح الشيخ زويد العريش. الحادث الذي وقع بالأمس خلال باستهداف مجموعة من الإرهابيين بمحطة رفع المياه في غرب سيناء هو حادث صعب وسيء ومحزن ومؤسف لمصر، لكنه عليه أو علينا ألا ننسى أن مصر نجحت في توجيه ضربة كبيرة جدا للإرهابيين، وأظن تم ضرب العمود الفقري. أن يحدث حادث هنا وهناك يعني طبعا مرة ثانية هذا حادث صعب، لكن علينا ألا ننسى أننا يعني عملنا شيء جيد وكبير جدا في سيناء، وعلينا أن نستكمله بأسرع وقت. نعم، أننا في حرب مستمرة ضد الإرهاب. طيب أستاذ عماد، يعني جاء في بيان اجتماع اليوم المجلس الأعلى قوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت إشادة أيضا على ذكر حضرتك أيضا بجهود القوات المسلحة سواء على صعيد مواجهة الإرهاب في إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع الأهالي الشرفاء. كيف رأيت أو قرأت هذه الإشارة؟ هذه إشارة تعكس جزءا كبيرا من الواقع. من يتابع الحياة، من يتابع ما حدث في سيناء خلال الفترة الأخيرة وربما منذ بدء العملية الشاملة لتطهير سيناء من الإرهابيين، سوف يلمس مدى الجهد الكبير الذي بذل على مستويات كثيرة، من أول توفير المواد التموينية، الخدمات من مياه وكهرباء، المدن الجديدة، مدينة بير العبد الجديدة، الطرق التي تم تمهيدها ورصها أو ترميمها، الكثير من البنية التحتية اتعملت في سيناء، المزارع والبيوت الريفية البدوية. صحيح. الدولة يعني انفقت كثيرا، وهو انفاق حسن لانه استثمار في المستقبل، وهو ايضا رد لجزء من جميل اهل سيناء الشرفاء والمحترمين الذين دفع كثير منهم حياته، خصوصا بعض اهم رؤساء القبائل دفاعا عن مصرية سيناء ودفاعا عن وطنيتها وتصديا لهذه الهجمة المتطرفة. صحيح. وبالتالي حينما تقوم الدولة المصرية بهذا الاستثمار الكبير في سيناء فهي يعني ده جزء من الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل والحقيقي، لأن تعمير سيناء واستيطانها وزرع مستوطنات بشرية كبيرة في هذا المكان الطيب والطاهر من تراب مصر هو أفضل يعني تطبيق لمفهوم الأمن القومي الشامل. صحيح. حتى لا نعطي الفرصة للذين يراهنون أو راهنوا كثيرا وفشلوا في الماضي وسيفشلون في المستقبل على فصل سيناء عن الوطن الأم. صحيح، شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا في نشرة التاسعة. أكد مجلس النواب دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه، وفي كلمة له قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قال إن مرتكبي هذا الحادث الغاشم لن يفلتوا بفعلتهم. فجعنا جميعا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء، ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة. ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه،
وتطهير ربوع الوطن منه. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وزراء الأردن بشر خصونة، وذلك للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر بغرب سيناء. وخلال اتصالهما أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعزيهما في شهداء الحادث الإرهابي وأبالغ إدانتهما أيضا واستنكارهما لهذا الاعتداء الآثم، كما جددا أيضا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب. أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي في غرب سيناء، وأعربت دائرة العمل الخارجية للاتحاد الأوروبي عن خالص التعازي لذوي الضحايا والتضامن مع المصابين وجميع المتضررين من الهجوم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما بشراكته مع مصر في منع الإرهاب ومكافحته. وصل البحار المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحار المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وفي الإطار ذاته تطرق مدبولي إلى ضرورة عقد اجتماع اجتماعات دورية مع المصنعين للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بدعم الصناعة المصرية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي. وخلال اجتماع لاستعراض سبل جذب الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، لفت مدبولي إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والإعلان عن برنامج المشاركة في القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما وجه مدبولي أيضا بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ملفات عمل وزارة المالية، وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى بدء صرف مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقاتها، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه ل 500 شركة. كما تم استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%. كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية، وأيضا مكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصرا إجراميا ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 2221 قطعة سلاح ناري، أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية آلية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوش و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3961 قطعة سلاح ناري بحوزة 3257 متهما، أبرزها جرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدسا و2876 فرد محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و478 خزينة، إضافة ل 4995 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلاً عصابياً ضموا 171 متهماً، قاموا بارتكاب 159 حادث، كما تم ضبط 538 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف أمود 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 539 متهما، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,343,902 حكما قضائيا، من بينها 9,341 حكم جناية و714,390 حكم حبس جزئي و121,000
و518 حكما مستأنفا، و1,171,166 حكم غرامة، و327,487 حكم مخالفة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 281 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو انتهاك للنظام الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. وفي بيان أعلن قادة مجموعة السبع التزامهم بحظر استيراد النفط الروسية فضلا عن ضم شركة أسلحة روسية وسبع شركات شحن وثلاث قنوات تلفزيونية لقائمة العقوبات. وأشار قادة دول المجموعة إلى أنهم أكدوا للرئيس الأوكراني استمرار دعم كييف بالمساعدات العسكرية والدفاعية وتوسيع تعاون المجموعة مع أوكرانيا بما في ذلك أمن المعلومات. كما لفت البيان إلى أن المجموعة قدمت دعما تجاوز 24 مليار دولار إلى أوكرانيا. اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا تشمل حظرا على شراء النفط الروسي. ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في 4 مايو. وقالت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية في بيان، قالت إن مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات. قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها عالية الدقة دمرت أسلحة وعتادا عسكريا أمدت به الولايات المتحدة ودول غربية القوات الأوكرانية، وذلك في محطة للسكك الحديدية بالقرب من بلدة سوليدار. وأضافت الوزارة أنها دمرت 6 مستودعات لتخزين الصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق لوهانسك ودونيسك وخاركيف، بينما أسقطت أيضا دفاعاتها الجوية طائرة حربية أوكرانية من طراز سوخوي 25. أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولاين زيارة إلى مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. وأشار خوسنولاين إلى بدء استعادة الحياة السلمية في عدد من المناطق من بينها مدينة ماريوبول ومنطقة فولنوفاكا، لافتا إلى ضرورة القيام بالكثير من العمل لا سيما على صعيد تقديم المساعدة الإنسانية. أعلنت أوكرانيا إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مجمع أوزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول برعاية أممية. وأتي ذلك في وقت تأمل فيه المنظمات الإنسانية بفضل الاشتباك بين القوات الروسية والمقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في المجمع الصناعي. رسميا لا وجود لمدنيين في مصنع أزوفستال جيب المقاومة الأخير لأوكرانيا بمدينة ماريوبول الخاضعة لسيطرة الروس،
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أكدت أن جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من أزوفستال في عملية تمت على مراحل برعاية أممية، خطوة قد تدفع المنظمات الإنسانية للتمسك بأمل فض الاشتباك وإخراج المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين داخل المصنع، بينما يرى البعض أنها من الممكن أن تتحول لضوء أخضر للقوات الروسية لاجتياح المجمع الصناعي المتحصن به نحو 2000 من المقاتلين الأوكرانيين. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بيل بيرنز حذر من تصعيد محتمل للعمليات العسكرية الروسية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجيز لنفسه أن يخسر في أوكرانيا. في الوقت نفسه نفى بيرنز وجود دليل ملموس على استعداد روسيا لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية. ميدانيا تواصل القوات الروسية ضرباتها في عدة مدن، حيث استهدفت مطارات في أرتسيز قرب الحدود الأوكرانية الرومانية ومعدات عسكرية في أوديسا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير أنظمة صواريخ وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقرب من خاركيف. من جانبها أعلنت كييف استعادة أراضي حول خاركيف، مؤكدة قدرتها على إطلاق عمليات هجومية ضد القوات الروسية التي دمرت 3 جسور على الطرق لإبطاء الهجوم المضاد في منطقة خاركيف. بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش في كييف سبل مساندة أوكرانيا ودعمها في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية بالأراضي الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للجانبين، شدد زيلانسكي على ضرورة زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا. اليوم وكالمعتاد عقدنا مباحثات بناءة مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش، وكان موضوعنا الرئيسي الأمن والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل دعم أوكرانيا خلال الأزمة الحالية في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية على أراضينا، فضلا عن بحث الإجراءات على الأصعدة الدفاعية والاقتصادية. ونؤكد على ضرورة زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا. أكد رئيس الوزراء الكرواتي تقدير بلاده البالغ لصمود شعب أوكرانيا، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين يقومون بمهمة الدفاع عن منازلهم وعائلتهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، أشار رئيس وزراء كرواتيا إلى دعم بلاده المستمر لأوكرانيا على الأصعدة كافة. طالما حظي صمود ومقاومة الأمة الأوكرانية بتقدير كبير لدينا، نحترم بشدة بطولة الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن منازلهم وأسرهم وأراضيهم ووطنهم الأم. وفي هذا الصدد أبدت كرواتيا بشكل مستمر دعم أوكرانيا على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والمالي والإنساني والتقني، وينبغي أن نواصل فعل ذلك عن يقين تام بأننا نقوم بذلك كدولة مقتنعة دائما بالوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين كيفية رفع الحصار عن الصادرات الغذائية الأوكرانية وضمان الأمن الغذائي العالمي. واعتدت أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب والبذور الزيتية في العالم تصدير معظم إنتاجها من الحبوب عبر موانيها على البحر الأسود، والتي تفرض عليها روسيا حصارا منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. مشاهدينا الكرام، التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. معدل التضخم السنوي في بريطانيا يصل عند أعلى مستوى له في 30 عاما.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس. وقد بحث الجانبان التعاون مع المنظمة في ضوء الاستضافة المقبلة لمصر للدورة 27 للمؤتمر، بجانب التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ ومنها ندرة المياه. بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السياح مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الليبية. كما بحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز جاهزية تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واتفق الجانبان على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية والإبقاء على التواصل الوثيقي بينهما. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده حريصة على التعاون مع حلف الناتو وجميع الجهات التي ساعدته في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك خلال لقائه بقائد بعثة الناتو في العراق الفريق مايكل لوسغارد. من جانبه أوضح قائد بعثة الناتو في العراق أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها لبغداد، مؤكدا أن البعثة مستمرة في تقديم الدعم للعراق. وإلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد. وقد صرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس سعيد العزاء للرئيس السيسي ومصر حكومة وشعبا في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، ووقوف الجمهورية التونسية بجانب مصر وفي جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لتونس ولشعبها الشقيق كل الأمن والاستقرار. تفقد الرئيس اللبناني ميشيل عون غرفة عمليات متابعة انتخابات المقتربين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت. وخلال الجولة أعرب عون عن أمله في أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة، داعين اللبنانيين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية. يعطيكم العافية على الشغل اللي أنجزتوه وعم تنجزوه هلا، لأنه بالفعل منا قليلة ابدا الاتعاب يلي بتستاهل العمليه هاي. وهيدي تاني مره، وان شاء الله بتتحسن الامور بالايام الجايه او بايام الانتخابات الجايه، وبتكون اسهل من اليوم، لان في امكانيه يكون عند كل واحد من الانتخابات كود، بيسجل الكود تبعه من البيت وبيصوت، ويجي دغري
نتيجة هون بدون سندية وبدون دورة على أي مكان على أي مكان. ومن أخبار الفن إلى الرياضة، عودة مرة أخرى مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم، والآن نتابع أخبار الرياضة محليا وعالميا. أعلن اتحاد كرة القدم عن الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، ويضم تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني محمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب. وفي كلمة له أكد المدير الفني للمنتخب الوطني إيهاب جلال أن الجهاز الفني سوف يعمل على الإعداد الجيد لتصفيات أمم أفريقيا 2023. منتخب مصر هو مرشح من المرشحين الأوائل، يمكن أول دايما أول اسم بيتقال في أي بطولة، أول اسم بيتقال منتخب مصر، فإحنا في الأول والآخر عارفين الكلام ده، وإن شاء الله إحنا ما بنشتغلش غير عشان إن شاء الله المنافسة على كل البطولات اللي ممكن ندخلها كمنتخب، لكن عندنا مرحلة أولانية إن شاء الله إن إحنا نبتدي التصفيات اللي هي قريبة جدا، وإن شاء الله نعدي التصفيات دي وبعدين نحضر للبطولة إن شاء الله. توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حول تأخره أمام نادي الزمالك إلى فوز بنتيجة 32-31 في المباراة التي أقيمت بينهما بدولة النيجر، وبذلك يتأهل النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بخماسية دون مقابل على نيوكاسل يونايتد، ليتقدم السيتي بفارق 3 نقاط على منافسه المباشر ليفربول صاحب المركز الثاني، مستفيدا من تعادل الريدز أمام توتنهام هوتسبير. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى أميمة مدينة. إليك. شكرا لك يا آية. قال مسؤول حكومي إن أحد أفراد جماعة شيرپا في نيبال تسلق جبل إيفرست للمرة 26، وهو رقم قياسي متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي. وقام كاميريتا شيرپا البلغ من العمر 52 عاما بتسلق الجبل الذي يزيد ارتفاعه على 8848 مترا، وهو يقود 10 متسلقين آخرين، وإيفرست هو أعلى جبل في العالم، وجرى تسلقه لأول مرة في عام 1953. والآن مع النشرة الجوية ووقفة أخيرة مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نتحول إلى أحوال الطقس محليا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأ من القاهرة العظمى 34 الصغرى 20، الإسكندرية 27-18، مطروح 23-17، وبورسعيد 24-18، والإسماعيلية العظمى 34 الصغرى 20. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 28 الصغرى 19، العريش 27-18، طبعا 29-19، وشرم الشيخ 33-23، والغردقة 32-22. أيضا الأقصر العظمى 40 الصغرى 24، أسوان 40-25، والوادي الجديد 41-22، شلاتين العظمى 34 الصغرى 21، وأخيرا حلايب العظمى 31 والصغرى 21. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها.
والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز لقطة لليوم. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في التاسعة، والآن إلى العناوين. خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السيسي وجهه باستكمال تطهير مناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. وصول البحارة المصريين الـ20 لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. قادة مجموعة السبع يتعهدون بفرض مزيد من العزلة الاقتصادية على روسيا. إذن مشاهدينا الكرام، نشرة التاسعة انتهت، ولكن برنامج التاسعة ما زال متواصلا معكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دينا؟ ازيك يا أمي؟ عاملين ايه؟ كله خير؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. التوفيق ان شاء الله. يا رب يخليكم يا رب. اشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقراتنا.